تشارلي على السطح عشان ينقلوا دكتور مايكلز يا فندم. زود وحدتين مع العينة الوحيدة لدافلز بريس. أنا مش هكون المسؤول عن الوباء. أمان، مفيش حاجة هنا. شكله مهم. البيوت الآمنة، لو دكتور مايكلز في واحد منهم ستاندش ممكن يعرف في أنهي واحد. دي خيمة ستاندش. أنا فعلا مش مصدق إن مايكلز شايل ديفلز بريت معايا. تاني؟ هو في إيه في الأنوار؟ اتحرك. أنا قربت. مستمرين في تفتيش. يلا يلا. تشارلز ستاندش؟ خفت. تشارلز، فين دكتور مورغان مايكلز؟ ليه بعتك؟ مش كده؟ لا. لا عايز يقتلني. قولي له يعمل كده بنفسه. أنا مش في صف الشياطين ومش مع السمور. أنا صحفية وعاوزة أمن عليه زيك بالظبط. يا واتسون، سمعت عنك قبل كده. السمور مش هتسمعني. نحتاج إذا مايكلز في باوري هينقلوه المخبأ جديد بكرة ظهر، بس هي متجاهلة جراند سنترال تماما. جراند سنترال؟ الشياطين كانوا بيتكلموا عنه لما مسكوني وأنا محجوز. هم رايحين هناك عشان يجيبوه. هيجيبوا إيه يا تشارلز؟ الشياطين عاوزة إيه من جراند سنترال؟ هو ده؟ إيه ده؟ تشارلز! أوه، إيه ده؟ ما كانش من رجالة السمور. أكيد مش منهم. آسف يا تشارلي. طيب وقت تحرك. لا استنى، هو يعرف حاجة.